زيدان العاصي الرئيس المشترك للإدارة الذاتية لشمال قشار سوريا مكتب أما تركيا حاولت مرارا وهي عضو بحلف الناتو حاولت مرارا أن تشق صف الناتو لكن غالبية أعضاء الناتو كانوا ضد الهجمة التركية لكن استطاعت بطريقة ما أن تأخذ الضوء الأخضر من ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة العظمى في الحلف الناتو وأخذت الضوء الأخضر وتقدمت في مدينة رأس العين سريكانية وتل أبيض وبعد هذا الهجوم كان في هناك اعتراض حتى من داخل الإدارة الأمريكية وانقسام في مؤيد ومعارض ولكن كانت الغالبية معارضة لكن الولايات المتحدة دائما القرارات تكون لرئيس الولايات المتحدة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة لكن اليوم تغيرت أتوقع والجميع يعلم بأن تركيا لم يكن لها هدف لضمان أمنها القومي إنما كان هدفها أن تحتل أراضي السورية وأن تنهي الإدارة الذاتية الحديثة التي كانت تقلق جميع الدول الجوار وبهذا الشأن دول الجوار كانت متعاونة أو كانت تغض النظر عن الهجوم التركي لإجهاض هذه التجربة الديمقراطية كما ابتزاز تركيا كون حلف في الناتو والتعامل أو أرادت أن تنخرط إلى روسيا وشراء صواريخ S-400 لابتزاز حلف الناتو لكي يكون ضغط على الناتو للسماح لتركيا بالتوغل داخل سوريا تركيا ونتوقع أن تكون هناك ضغوط تخير تركيا ما بين التوجه إلى حلف الناتو والالتزام بقرارات حلف الناتو ووقف هذه العملية وليس وقفها أيضا حتى قد تكون التراجع في بعض المناطق وتفرض أمر واقع على تركيا أن تلتزم بهذه القرارات تركيا